بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الحسيب الجليل الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم كلمه الله عز وجل وقال له: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ وأدرك موسى أنه تسرع، وعلم موسى إن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. لقد تسرع موسى حقا في الحكم على نفسه بأنه أعلم أهل الأرض، وبعد العتاب استغفر موسى ربه على خطئه، وشغله أمر العبد الذي يعلم أكثر منه. ما بال موسى؟ ماذا به؟ لقد مر من أمامنا دون أن يلاحظنا، إنه غارق في التفكير. لن نصطاد اليوم أسماك. وقال يوشع: سنصطاد بإذن الله. إنها رابع مرة نرمي فيها الشبك ولا يخرج بشيء. وقال يوشع: إن الصيد يحتاج الصبر. إذن فلأسترح قليلا حتى يطرح الشبك. وكان موسى لا يزال يفكر في أمر هذا العبد الذي يعرف أكثر منه. من هو هذا العبد؟ وما هو علمه الذي أعطاه الله له؟ أيوجد علم لا يعرفه موسى؟ وحار موسى في التفكير كثيرا، وشغله الأمر أكثر وأكثر. ماذا تكتب؟ أدون التاريخ. وهل التاريخ يدون؟ إنني أدونه كي تعلم الأجيال القادمة من بني إسرائيل ماذا كنا نلاقي في أيامنا. إنها حقا فكرة جيدة، لا تترك شيئا يسقط منك. إنني أدون كل شيء يوما بيوم، لا أترك شيئا صغيرا كان أم كبيرا. وأخبر موسى هارون بما حدث بخصوص العبد الذي يعلم أكثر منه، وأطلعه على أنه يريد أن يعرف من هذا العبد، وأنه يريد أن يستزيد منه في العلم. انتظر انتظر، لا تسرع. قال يوشع: إني في عجلة من أمري. قال يوشع: موسى يا نبي الله، فلتقبل مني هذه الهدية يا نبي الله، إنها بعض الأسماك الطازجة التي اصطدتها اليوم. هل تعلمون من هذا الفتى؟ إنه يوشع بن نون، فتى موسى. Thank you.
وهكذا علم موسى بأمر العبد، وهكذا انشغل موسى بأمر هذا العبد. لقد احتار موسى في الكلمة عبد وليس بنبي، عبد يعلم ما لا يعلمه النبي موسى. لن يبرح موسى حتى تأتي علينا الصحراء، لن يتركنا إلا جثثا هامدة. وما دخل موسى بما يحدث؟ إنها طبيعة الصحراء. ألا يستطيع أن يدعو ربه ليزيح عنا هذه الرياح؟ وماذا بعد أن يزيح عنا هذا العذاب؟ هل ستؤمن بأنه نبي الله؟ وما دخل هذا بذاك؟ أليست هي دعوة من نبي الله إلى الله؟ موسى يدعو بوحدانية الله الذي يزيح عنا العذاب. ليس شرطا أن يكون نبي الله. فمن يكون إذن؟ رجل يعرف الكثير، رجل لديه علم أو سحر. قال يوشع: تفضلي الطعام يا والدتي. لقد أكرمنا الله اليوم برزق كثير، وقد أرسلت منه لموسى. موسى، لا أعلم ما سر حبك لهذا الرجل. قال يوشع: وكيف لا أحبه وهو نبي الله. نبي الله؟ يا لك من طيب يا ولدي، إن الأنبياء لا يعيشون وسط بني إسرائيل. قال يوشع: إنه لفخر لنا جميعا أن يكون نبي الله من بني إسرائيل، حتى يدافع عنهم بقوة ويحميهم حتى آخر نفس، ويدعوهم إلى البر والتقوى والعمل وعبادة الله. إنك تخرف مثل موسى وهارون. قال يوشع: يا ليتني أكون مثل موسى وهارون. وظل فكر موسى معلقا بهذا الرجل إلى أن سأل الله عن هذا العبد، فأخبره الله بأنه يسمى الخضر. وسأل موسى كيف يجده، فأخبره الله عن مكانه، فقرر موسى أن يذهب إليه كي يستزيد منه في العلم. يقول يوشع: من يريد السمك الطازج؟ قال يوشع: ها موسى، أهلا بك يا نبي الله، هل تريد سمكا طازجا؟ ولكن موسى لم يكن يريد سمكا، فقد كان يريد شيئا آخر من يوشع. وكم ستستغرق هذه الرحلة؟ يقول يوشع: لا أعلم. وهل سأظل أنا بدون عمل إلى أن تعود من الرحلة؟ قال يوشع: إن الأمر لن يستغرق أكثر من عدة أيام. إذا لا تذهب. قال يوشع: لن أفرط في هذه الفرصة، إنها رحلة مع موسى. فلتفعل ما تريد، إنك لست صغيرا. قال يوشع: ولكني أريد أن تعتني بوالدتي حتى أعود. لا تخف يا صاحبي على والدتي، إنها ستكون في أمان
إلى أن تعود من رحلتك بإذن الله. وهكذا ذهب موسى إلى الخضر كي يعلم من هو ويستزيد منه في العلم، بعد أن علم العلامة التي سيعرف منها مكان سيدنا الخضر، وهي الحوت. وهكذا بدأ موسى رحلته في البحث عن سيدنا الخضر، ومعه فتاه يوشع بن نون. اعتلى المركب وركب البحر في سبيل العلم، في سبيل لقاء الخضر. إن قصة الخضر تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء والقائم على الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم القدر الأعلى. وانتشر الخبر وسط بني إسرائيل كانتشار النار في الهشيم، بعد أن نفث بلعام سمه وأخبرهم بما حدث. قال يوشع: يا ليتني أعرف إلى أين نحن ذاهبان، إن الفضول يأكلني، ولكني لا أقدر أن أسأل موسى، إنني أعلم أن هناك شيئا مهما سيذهب إليه موسى، لكني لا أعلم ما هو هذا الشيء. ولماذا قال لي موسى أن أراقب هذا الحوت؟ فلأنتظر حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا. ويقول موسى ليوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ويصمت يوشع بعد أن علم مقصد موسى. ووصل موسى وفتاه إلى ملتقى البحرين. لقد ضاع مني ولدي، ضاع مني ولدي، إلى الأبد ضاع، ضاع ولدي. هيا يا أماه لنتعشى معك. ما الذي يبكيك؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شيء. إنني أعلم لما تبكي، إنه يوشع. إن لم يعد ولدي فلن أسامح موسى إلى الأبد، إلى الأبد. لا تحزن يا أمي، سيعود يوشع بسلام. هيا نتعشى معا. لا لا لا، لن أكل حتى يعود ولدي، حتى إن طال غيابه شهورا سأظل صائمة إلى أن يعود، وإن مت فذنبي في رقبة موسى.
الحبيب. قال يوشع: ناموس ما زال نائما، فلأتركه حتى يستيقظ من نفسه. قال يوشع: ما هذا الذي يحدث؟ قال يوشع: إنه لشيء عجيب حقا. قال يوشع: هل هذا معقول؟ قال يوشع: إنني ما زلت أحلم.